ارجع الحليب. بتمثل من حين لحين لحد ما وصلوا هالراس. وقتها هذيك المرة سموا العرب اللي على الراس عرب الراس. بقولكم ان في عام 1952 هجر الاحتلال الصهيوني الفلسطينيين اللي كانوا في النقب الاصل البدو على مناطق مختلفة من فلسطين وخارج فلسطين. من بعد هذول البدو اجوا كمان على عرب الراس وجمعوا كمان مع بعض وعاشوا معهم. وكمان ب 1962 اجى البابا وزار عرب الراس عرض القدس اللي كان مسؤول عنها وقتها ملك حسين. فالملك حسين تقديرا لزياره البابا للارض المقدسه في فلسطين فهداه قطعه صغيره من جبل الراس. من وقتها لليوم صاروا يسموا هذا الجبل جبل البابا. لسه مش بس هيك، لانه بعد شوي الاحتلال الاسرائيلي فتح عيونه كثير وقام على الاستيلاء على 22,000 دونم من أراضي أبو ديس العزرية الطور العزويين والزعية، وبنى فيها أكبر مستوطنة يهودية إسرائيلية على أرض الضفة الغربية اسمها معالي أدومين. لسه مش هذا وبس، الإسرائيليين ضربت حيل عليهم، لأن بال 1983 عملوا الإسرائيلية أول مخطط كبير استراتيجي لمعالي أدومين، وفي هذا المخطط حكوا إنهم بدهم يضموا معالي أدومين لا مستوطنات القدس. كلياتها واحدة واحدة. بال 1999 ايوه وزير الدفاع على جيش الاحتلال الاسرائيلي اعلن بشكل رسمي انه لتطبيق مخطط اي 2 اللي بيحكي تهجير البدو والفلسطينيين الموجودين في اي 2 وضم مستوطنات معالي أدومين زائد المستوطنات الاسرائيلية داخل القدس كتلة واحدة مع بعض، وهيك بيقدروا بيفصلوا شمال الضفة عن جنوب الضفة الغربية. بال 2009 بكلها ان المجتمع الدولي كان يفتح عيونه منيح فوقفوا المخطط الاسرائيلي، بس حسب الظاهر كله كذب في كذب، لانه بال 2020 الاسرائيليين رح يكونوا مطبقين هذا المخطط. عشان هيك احنا تجمعنا بشكل طارئ مجموعه فنانين دوليين لنضمن هذا الشيء ونحكي لكم اياه، لانتوا اصلا ممكن ما بتعرفوا.
Thank you.
Oh.
الدكاترة ولا لبن ولا مخيط ولا شعير ولا حتى بيض شعر، بس ظل عندها أمل، ظل عندها إرادة، لأن هناك على في الجبل كان في رجال. كان في رجال. سيدي كان عطشان كثير، وعنده أمل وإرادة كبير إنه لاقي شوية مي، شوية حياة لينعيش فيها الأرض من جديد. هناك لقى نبعة ورسم عليها وبلش يتحمى ويغسل وجهه ويتحمى، مبسوط كثير سيدي. بس نفس اللحظة كان فيها يعبي المي ويتحمى، مش غريب حواليه من بعيد يغوط ولا طبع. هذا الطبع يا سيدي، هذا الطبع سيدي، الطبع يا سيدي. Far away.
Many years ago, many, I am nearly 76. Many years ago, my husband escaped from Naka. He was traveling and they bombed our houses. And they bombed and they started to build new houses near our villages. And we had to travel to find a new place for our animals, for our houses. And we found the place. Jabal al-Tar. I love Jabal al-Tar. You know, I like to stay. I like just to sit and look. And you see that tree there? Do you see that tree there? Yeah. They say we have no land. But you see that tree there and that one far away? And that's my land. The land of my husband and our family. We know every stone, every tree. It was so beautiful. My husband went every day to work in the garden to plant khayr, tamata. جوزي كل يوم الصبح بروح على المزرعة بدير باله على الخيارات على البندور على كل المزروعات. But that's finished. They built the wall. And now our garden is behind that wall. You know, our life every day starts early in the morning. You know it. We will make bread. We will wash the clothes. And we will start to work with the animals, to milk them. Some days ago we had a guest. You will see, where are you? Rhiannon. She will tell you how it was to come to visit them. So we've been meeting people in the community in Jabal al-Tar. And I'm sure, like a lot of you here, I really didn't know much about Bedouin culture. But it's been really interesting getting to know everyone. And I was talking to one woman who had 35 sheep and goats. She was talking about her daily routine. And suddenly I was like, can I help you? Oh, I'd like to help you milk the goats. Okay, if you really want to, she said. You'll have to get up early. That's okay. Okay, yes, I'm up for that. And I was so excited. I woke up at 3, 4, 5, 6 in the morning. كنت متشوقة جدا لدرجة إني لليتها كنت أصحى الساعة 3, الساعة 4, الساعة 6 الصبح مفكرة إنه كان لازم أروح. And then at 6:30, I waited outside her goat pen for her to arrive. وعلى الساعة 6:30 الصبح بالضبط كنت موجودة قدام بيت الغنمات. At first I couldn't see her anywhere. بالبداية ما كنتش شايفة هي مش موجودة. But see, she said if she wasn't there, then I should wait until she came. كانت حكيتني إذا ما كنتيني قدام باب الغنمات. So I waited. It was quite hot and the sun was in my eyes. So I was looking around. And then suddenly, I saw one of her daughters.
like this before. عم بحياتي ما عملت إيش مثل هيك. So I was curious to see how they did it. كنت مبسوطة من أنا بتفرج عليها تفتح وتحلو. The milk kept coming out. كان الحليب ينزل. Coming out and filling up this container. كانت العلبة عم تتعبى. When the container was full, she poured it into this small bottle. ولما تعبت العلبة حطتها في الرضاعة. And she gave it to me to feed the baby goat. طلبت مني إنه أرضع الكلام. This goat, he had its head on the floor. كانت الغنم. And its bum in the air. Yes. And it just kept drinking and drinking and drinking. Exactly. When it finished drinking, I thought I wanted to try a little goat. لما خلصت ترضيع الغنم أنا بدي هلا أحمل Okay. Okay. Again, she held its leg and put it on hers. مسكت الغنم كمان ورا وحطتها على إجها. تفضلي. يلا. So I tried it. بلشت أحمل. I pulled. أضغط. And nothing was coming out. What am I doing wrong? شو قاعدة بعمل أنا إشي غلط. She laughed. And she showed me And so I thought I was getting the technique. وبلشت أفهم كيف هي So grabbing quite high and then pulling down. لازم أمسك بشدة وأضغط So I did this. وبلشت And I did it some more. And then milk started coming out. والحليب بلش ينزل. Yes. بصرت كثير. So I filled up this container. عبيت العلبة كلها. And when we finished with the goat. لما خلصنا we went home to the sheep. And all this while, her youngest son. ابنها الصغير. He was in the corner of the pen. كان في الزاوية بتفرج عليه. He just kept standing like this with this frown on his face. كان ضاربني كشة. بس بتطلع على الهيكل. He said to say, What are you doing? كأنه كان بيسأل في حاله شو قاعدة بتسوي هاي؟ Who is this woman? مين هاي؟ When we were with the sheep, she gave me some food in a bucket. أعطتني أطعمي هذول الغنم. And I poured it into the trough for the sheep. حطيتهم في العلبة الكبيرة عشان يبلشوا ياكلوا. And then all the sheep they came round and started eating. الغنم بلشوا يجوا. And then two goats they came into the side where the sheep were. بعدين غنمتين مع بعض اجوا ياكلوا من نفس العلبة. So I grabbed one of them, and I pulled it out that side of the pen. The woman, she was like, Aywa! المرة انبسطت كثير وحسيت أنا عملت الشغل صح. So I was quite proud that I was doing something right. كثير فخورة في حالي إنه أنا بعد هاي بعد الشغل. When we finished with the sheep and goats, لما خلصنا مع الغنم والبقر, بلشنا نعبي ماي للحصان. And then we sat down, بعدي. And we tried to have a conversation. حاولنا نحكي مع بعض انا I only know a few words in Arabic so اكمل كلمة بالعربي كان كثير صعب علي but I think she asked me where I was from بس اتوقع انها سألتني من وين انت؟ من وين؟ انا من بريطانيا لندن وين؟ بريطانيا 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 نعم I was pleased that we were communicating عندك اخوة؟ Then she asked me some more questions. Akwa. Shu? Shu akwa. Akwa akwa. Wait, not akwa. La. Adelina. La. What akwa? Oh, I didn't understand. It was so frustrating. كان كثير صعب علي انه انا افهم عليها واحكي معها بالعربي. But then she brought her daughter-in-law out. She came. بعدين مرت ابنها اجت لعنا. Her little son, who was a little bit And I
children. So beautiful, this is from Egypt. Oh, God, it's beautiful. My children, my grandchildren, all these children. You know how many houses were built in Jabal al-Baba the last week? You know, in the night, when we first throw them down, quick, 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 because they can't see us from the settlement in front. So we throw them down. 16 houses. One night, we throw the old houses down. One night, we build them up. And how many houses are going to be demolished? You know what it means to be demolished? When the Israeli soldiers come, 300! And to stand in a circle around the house. And you hear them arrive, vroom, 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 and strikes. And the children wake up and scream, no, 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 Umi, no!
بروز او دوعات بروز بروز او دوعات بروز ولا بروز مو بروز شعور كان حسعلينا في ال يعني كوفان كان في المنطقة ليش بكشعرتي يا بروز؟ ما عمري شفت هذه حياتي البدو أنا أول مرة بشوفه يعني هيك رجعتونا لوطنيتنا لتراثنا إشي إحنا نسيينه هلا إحنا حياتنا صارت بعيدة عن هذه الأمور short periods, we're using the things from the Jabal al-Papa, like this.